أنشطة الحادثة مرتبطة طبعاً بالقضايا الاستراتيجية والقضايا الأهمية الموجودة في الدستور، واللي هو طبعاً زي ما أشرنا إنه مركز على القضايا المرتبطة بينا نحن كنساء وقضايا الحرية والسلام والعدالة. نحن بنحرس الثورة بما نراه يعني يتماشى مع مصالحنا كنساء. علشان كده واحدة من القضايا اللي كانت ضاغطة بالنسبة لنا هي قضايا تحت مشاركة النساء. نحن حريصات على وجود النساء في المجال العام، وبالتالي حريصات على الإسهام في القضايا المختلفة عبر المكاتب التخصصية المختلفة. نحن عندنا حوالي 9 مكاتب، مكاتب مختلفة في أنشطتها. عندنا حارسات الصحة، عندنا حارسات الروح، حارسات الروح دي بيشتغلوا على الصحة النفسية زي ما ذكرنا قبل، هم كانوا أول مكتب يشتغل بسبب الصدمة اللي حصلت بعد فرض الاعتصام، بعديه حصلت الأحداث بتاعة الأبيض ومشوا حارسات البلد وحارسات دفع الكوارث، وعندنا حارسات الكلمة وبيشتغلوا في القضايا الإعلامية وخلافه. كل المكاتب دي قاعد تنشط وتشتغل أنشطتها بشكل مشترك، يعني ما قاعدين نشتغل كل مكتب منعزل، لأن المكتب التنفيذي بيجمعنا هو اللي بيضع الخطط والاستراتيجيات المختلفة، والناس قاعد تشتغل بروح أنا بفتكر استثنائية، لأنه نحن محافظين على الروح بتاعت الثورة، روح الاحتصام، روح ما نتمناه من سودان جديد. علشان كده قاعد يسود بيناتنا درجة عالية من التعاون ورغبة في العمل المشترك، أنا بفتكرها مميزة. غير كده ما يميزنا حقيقة هو إنه نحن يعني مختلفين عمريا واسميا بشكل كبير، يعني بيناتنا سيدات الزميلات بيكونوا في سن بناتهم وحفيداتهم في بعض الأحيان، ورغم عن كده الناس قادرة برغم التفاوت العمري ده، واللي أنا بفتكر إنه دي واحدة من الحواجز الكبيرة الموجودة الآن في المجال العام، هو يعني الحديث عن إنه في فجوة عمرية ممكن تخلق تفاوت في التفكير. فيعني من حسن حظ الحارسات إنه نحن ممنونين جدا للمناخ السائد بيناتنا اللي هو المناخ بتاع التسامح، أي قبلان الاختلاف، ونحن بندير تنوعنا ده برضا تام، وبنفتكر هو إقناع، وبنفتكر إنه إقناع حتى للحياة العامة في السودان. وإن شاء الله يعني تديم الروح دي بين الحارسات، ونقدر فعلا نكون حارسات لقيم الثورة. وحراستنا دي مش مرتبطة بس في الوقت اللي إحنا بنصارع فيه النظام القمعي بس، حراستنا دي قاعد تحصل في بالعكس بوتائج أعلى، حتى لما نتحقق يعني مع المسؤولين من مناخ ديمقراطي. ونحن في الانتقال بفتكر إنه الحارسات كانوا يقظان جدا لحراسة قيم الثورة. يكفي إنه هسي نحن عندنا طعن مقدم في المحكمة الدستورية كان نتاج حملة إقدامية، واللي هي حملة طالبت بحقنا الدستوري اللي كان موجود في الوثيقة اللي هو كان 40% ومن ثم في الجملة 50%، وما تم تعيين الوزراء ولا تم التعيين في الحكومة بناء عليه. فاعترضنا على الأمر ده وعملنا حملة كبيرة جدا اسمها حملة إقدامية. إقدامية الآن خدت وثيقة أو عريضة الطعن بتاعها موجود في السكرتارية بتاعة المحكمة العليا، مجرد ما تتشكل بنتوقع إنه يتم فعلا النظر إليها والتعامل يعني بإحتراس مع أجهزة النساء، لأنه النساء حارسات حقهم. في أنشطة مختلفة يعني زي ما قلنا مثلا هسه حارسات الكلمة عاكفات على إنه يطلعوا مجلة اسمها مجلة الحارسات، قريبا حترى النور مع بدايات ديسمبر النسخة الأولى منها إن شاء الله. هي مجلة متنوعة بتخاطب كل النساء واهتمامات كل النساء، وهي مجلة بتحاول إنه تشوف العالم بعيون النساء. في شغل كبير جدا بيعمل فيه حارسات الروح، واللي هو شغل بتاع دعم نفسي متواصل ابتداء من تدريب الشباب والشابات على يعني المعالجات النفسية الإسعافية، وهم قاعدين يشتغلوا في القضايا تحت التدريب، وقاعدين يشتغلوا في قضايا الدعم النفسي عبر المجموعات والمساندة، مجموعات المساندة والدعم النفسي. وبرضه الحارسات بيشتغلوا على العمل الاجتماعي بيربطهم بالشارع بشكل يومي، موجودات في المواكب، موجودات في العيادات الميدانية، وبرضه موجودات في التسخيف. يعني نحن قاعدين نؤمن بأن النساء
كلهم عندهم قدره على تثقيف بعضهم البعض، وقاعدين نعلم لبعض احترام كافي. علشان كده نحن قاعدين نمشي للنساء في مواقعهم، ونفتكر انه اي ست في بيتها حتى لو ما تلقت حظ وافر من التعليم، حتى لو ما تعلمت ذاته، هي عندها خبره تستحق الاستماع، تستحق انه نحن يعني نصلها المعرفه. علشان كده عندنا مشروع جبنة فاهمة، ومشروع بيزعى لزيادة السيدات في مناطقه، وما بيقوم على الفكرة بتاعت التوعية للنساء بقدر ما إنه بيقوم على فكرة تبادل الخبرات ما بيننا وما بين قواعدنا النسوية. فالحارسات بيمشوا في جبنة فاهمة لمناطق مختلفة، بيطرحوا موضوعات متصلة بقضايا وهموم النساء في المناطق المختلفة. وأنا مفتكر يعني المشروع كان جيد جدا، وصل حوالي 35 حي في أحياء العاصمة المثلثة، وفي ده مشى لأحياء طرفية، ومشى لأحياء تعتبر بتاع الطبقة الوسطى وبرجوازية وكله. فالحارسات بيحاولوا في نشاطهم ده إنهم يكونوا جزء من المجتمع السوداني بوسائل مختلفة جدا. يعني مثلا أنتم هسه الأيام دي يعني معانا واحنا قاعدين نشاهد كاس العالم، وكاس عالم مرتبط كمان برضه ب 16 يوم في مواجهه العنف ضد النساء. وفي حمله ال 16 يوم احنا في كل يوم مع المشاهده بتاعتنا للكاس بتاع العالم، واللي هو برضه انا بفتكر مساحه مميزه وخاصه للنساء. نحن ما بندعو لانه النساء ينفصلن، لكن بندعو لانه احنا نكون عادلات تجاههم، بانه تكون في مساحات متساويه زي ما في مساحة مفتوحة للرجال إنه هم يحضروا كرة القدم. نحن حاولنا في المساحة بتاعتنا بتاعت نادي كأس العالم إنه في فرصة للنساء إنه يشاهدوا الكأس ويتابعوه وكده. وفي نفس الوقت إحنا في جزء من حملة 16 يوم بنحاول قدر الإمكان إنه يوميا يكون عندنا قضية نلقي على الضوء. المباراة اللي فاتت كان عندنا ست حاضرة معانا الكورة، فكرة الاحتفاء بالشهيدات ورفع يعني صوت النساء المتعرضات للعنف السياسي، بدءا من عنف الدولة وبدءا من التقتيل اللي هو طلع علينا يعني عدد ضخم شديد من الشهداء والشهيدات. وبرضه في نفس الوقت بيدعو لانه نحن يعني في لحظات سعادتنا المحدودة والقصيرة دي احنا ما ناسين شهيداتنا وموجودة معانا. وحتى في المنشط بتاع ست حاضرة معانا الكورة كان كل الحاضرات لابسين لماسك قناع في الوجه بتاع ست نفور. يعني الليلة مثلا بالصباح كان عندنا ورشة لمساعدة السيدات العاوزات انه يحققوا دخل يعني ويساهموا اقتصاديا في انهم يستقلوا شوية. عملنا تدريب على المعجنات والخبايز، وفي كورس الاسبوع الجاي حيكون حول الخياطه والتطريز وخلافه. بتتشاف انه دي مهن تقليديه وارتباط النساء بها لازم ينفصل، لكن بالنسبه للسيدات اللي ما عندهم اي دخل وما عندهم وقت متاح لهم ولا عندهم راس مال، هي يعني منتجات سهل انهم يشتغلوا عليها وسهل انها تزيد لهم ارباحهم، وبتساهم في انه تعمل لهم استقلال اقتصادي حتى لو محدود يساعد في تحررهم ويساعد في انهم يبقوا فعلا حرات زي الحارسات.